تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة بمناسبة العيد الوطني المجيد. وقد عبر فخامة الرئيس الفرنسي في برقيته عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لجلالة الملك المفدى بدوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من الرقي والازدهار، مؤكدا على عمق علاقات التعاون والصداقة التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وحرص فرنسا واهتمامها بتوطيد تعاونها المشترك مع مملكة البحرين في كافة المجالات وبخاصة في القطاعات التكنولوجية والاقتصادية والأكاديمية. كما أعرب الرئيس ماكرون عن سعادته بالزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة إلى الجمهورية الفرنسية في شهر إبريل من هذا العام، مشيدا بالنتائج المهمة لهذه الزيارة والتي أثمرت عن التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والتي عززت من الشراكة القوية والتعاون الوطيد بين البلدين الصديقين، مثنيا كذلك على الدور الحيوي لمملكة البحرين وإسهاماتها البناءة في تعزيز الحوار الإقليمي من خلال استضافتها لمؤتمر حوار الملامة من أجل ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.